سبحات الفكر مع الله في لمحات البصر مع الله. صحيح. بس في قضية في الكهف ياسين حتى الآن ما حدا انتبه لها سيدي، ما أنه ما حدا فسرها، ما حدا انتبه لها سيدي. ما هي سيدي؟ راح أذكر لسيادتك الآية وراح تتفاجأ أنه سيادتك كأنك سمعت أول مرة. طبعا كبار علماء الدين قالوا كأننا عم نسمع أول مرة. حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبو، أين جاءوا سيدي؟ إلى قرية، قرية تحت خط، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. أين الجدار؟ في القرية. هي مساء صباحا ماذا قال له سيد الخضر؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. يعني عند المساء كانت قرية، كيف صبح صارت مدينة؟ ما حدا فسر لي إياها. المفسرين ما لاحظوها مع احترامنا الشديد. ذات القرية والمدينة مختلفتان تماما. هائل سيدي. يعني لماذا قلبت القرية لمدينة؟ بصورة ياسين. لا سيدي لا، بين المساء وبين الصبح يا سيدي. المساء استطعموهما، بنى الجدار، صباحا فسر له. بين المساء وبين الصبح سيدي. بينما بذات اللحظة بصورة ياسين قلبت بذات اللحظة. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. كيف بذات اللحظة قرية ومدينة؟ ما حدا منتبه له سيدي. راح أشرح لسيادتك بدقيقتين لأنه صار في فضول ربما عند الأخوة سيدي. لاحظ سيدي لماذا القرية قلبت مدينة؟ الحكومات يا سيدي حسب عدد السكان تسميها قرية ولا مدينة. الحكومات بدها 20,000 15,000. الحكومة هي تنظر إلى عدد مجرد، ما بهم طبيعة السكان، رجال نساء أطفال أبدا. إذن بدها عدد، هي عدد سائد. القرآن لذلك فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ماذا يعني؟ أي اتبع شموليته بفهم المعنى، ما تأخذ آية واحدة. إذا قرأناه فاتبع قرآنه، كلمة قرآن بمعنى الشامل. إذن حينما أنا أتبع الشامل سوف تندهش سيادتك لماذا القرية قلبت مدينة. القرآن عنده أسلوب آخر في إطلاق المسميات على التجمعات البشرية. مثال سيدي، إذا المجتمع كله أقارب، القرآن سماها بلد، فعندي صورة تسمى صورة البلد، ما عندي صورة صورة القرية ولا صورة المدينة. فمكة كلها بطون قريش أقارب، سماها بلد لأنه كلهم أقارب. القحطانيين في سبأ قال بلدة طيبة ورب غفور. إذن حينما أمر في القرآن على كلمة بلد أو بلدة يجب أن أفهم هؤلاء أقارب. إذا المجتمع كله متفق على مهنة أو فكرة يسمى قرية. لحد الآن سميها القرية الرياضية، القرية السياحية. عن قوم لوط أخرجناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، القرية. لذلك الله في القرآن ولا مرة قال دمرنا مدينة، ولا مرة قال دمرنا قرية، حتى يعم الكفر 100%. أيوة لاحظت سيادتك. الشيء الطريف، نعود إلى صورة الكهف. لماذا سميت قرية؟ لأنه حينما اتفقوا على البخل فهذه قرية بلسميها. استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما. لو في شخص مضيف ما سميت قرية. إذن منطقيا مبدئيا سماها قرية. بصورة ياسين سماها قرية لأنه كلهم كفار. أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، إذن قرية. الشيء الطريف يا سيدي، القرآن ما بسميها مدينة إلا إذا في عداوة بين السكان وفيها خير وفيها شر. لذلك على زمن الهجرة يثرب كانت حي صغير بالنسبة لمكة، فالقرآن سماها مدينة ليثرب، نحن أضفنا المنورة، ومكة سماها قرية. فلماذا مكة قرية ويثرب مدينة؟ لحصيتك. الله قال له ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. لأنه المدينة كان فيها يهود ومنافقين ورسول وصحابة، فهي مدينة. لذلك يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأزل. لاحظت عداوة موسى عليه السلام ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، إذن دخل مدينة. لاحظ سيادتك لماذا قلبت؟ فيها خير وفيها شر. أيوة لذلك الله لا يدمر مدينة في القرآن لأنه فيها خير. لاحظ سيادتك.
لكن الحلوة، لماذا قلبت القرية لمدينة بصورة الكهف؟ لما كان مجتمع كله بخيل هذه القرية، لما أضاف ولدين وأبوهما صالحا صارت مدينة، صار خير وشر. أضاف خير إلى حسيتك. إذن لاحظتك الروعة. لماذا بصورة ياسين صارت مدينة سيدي؟ حاشاك، لما كانوا كلهم كفار كانت قرية، لما بدأ يظهر مسلمين يعني وما لي لا أعبد الذي فطرني، قيل ادخل الجنة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، صار فريق في الجنة وفريق في السعير قلب إلى مدينة، وجاء من أقصى المدينة، لولا مآمن كانت بقيت قرية. فهذا عملي بالقرآن سيدي لفترة 37 سنة تقريباً.